هو الكلمات عبد الفتاح مصطفى والألحان عبد العظيم عبد الحق وصوت محمد قنديل اللي استمعنا إليه على مجلسنا من القاهرة. لحضراتكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن والاستقرار يمثلان عاملا محوريا لنجاح استراتيجية تنمية سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. تم خلال استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومبر في المقترحات المطروحة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان شرق قناة السويس. كما شهد الاجتماع عرض جهود بجهات الدولة المختلفة لتهيئة مناخ التنمية في شمال سيناء بالتركيز على محورين رئيسيين هما تأثير الموارد المائية والبنية الأساسية. أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في بلدة بيت عامر شمال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه اعتقلت قوة الاحتلال 3 أطفال جنوب الخليل. من ناحية أخرى استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من تجنيس لساحته ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج رسميا اليوم خوضه المنافسة التمهيدية للحزب الديمقراطي نحو ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل 2020. كان بلومبرج العمدة السابق لنيويورك قد أطلق حملة إعلانية بملايين الدولارات تعديدا للإعلان عن خوضه المنافسة الانتخابية. أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم أن امتلاك أسلحة دمار شامل نووية ليس هو الحل للرغبة الإنسانية في الأمن والسلام والاستقرار. ونسب البابا فرانسيس العالم بتطوير الأسلحة النووية مؤكدا دعمه من القاهرة سيداتي سيدتي قدمنا لكم جزمي أهم وآخر الأنباء. الآن إلى هذا تحصيل الإحكامي حول الانتخابات الرئاسية في غنية كاو كتبه أسفق كتب يقول بعد أسابيع من فوضى سياسية جراء احتجاجات فعلية مستمرة تخللتها أعمال عنف عطلت عمل البرلمان، توجه اليوم الناخبون في غنية كاو للإجلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يختارون من خلالها رئيسا جديدا للبلاد. يتنافس في هذه الانتخابات رئيس المنتهية ولايته جوزي ماريو فاز مع 11 مرشحا آخرين، ويأمل الناخبون في أن تحدث تغييرات في البلاد والبلد المعرضة للانقلابات. ويحق لنحو 700 ألف ناخب مسجل في الدولة الفلسطينية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم. ويسعى رئيس جوزيه ماريو فاز
البالغ من العمر 61 عاما والذي وصل للحكم في انتخابات عام 2014 للفوز بولاية ثانية تستمر حتى عام 2024، وهو ما زال يحظى بدعم من مزارعي الكاجو بعدما رفع سعره الذي يعد أهم صادرات البلد الواقع بغرب إفريقيا. ومع ذلك يواجه مالي فاز منافسة قوية من رئيس الوزراء السابق دومينجوز سيموز بيريرا البالغ من العمر 56 عاما والذي يعلم السياسيون أنه المرشح الأوفر حظا كونه يحظى بشعبية بين الناشدين الشباب بالعاصمة بيساو بعد تعهده بتعزيز منظومتي الصحة والتعليم. كما يعد المرشح المستقل كارلوس جوميز بونيور هو رئيس وزراء أسبق أيضا منافسا قويا، وسوف تظهر النتائج الأولية في غضون 7 أيام بعد التصويت مع إمكانية إجراء جولة إعادة في 23 ديسمبر القادم إذا لم يحصل أي مرشح على 50% أو أكثر من الأصوات في الجولة الأولى. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم تحليلا إخباريا حول الانتخابات الرئاسية في غينيا بيساو، وقبله قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. الآن سيدتي سادتي هذا تقرير عن نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة. صرح السفير بسام راجي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء والنظر في المقترحات المطروحة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع 400 ألف هكتار.